بسألك سؤال، شايل معاك كاش اليوم؟ إذا كان جوابك لا، فهذا يجيبنا السؤال أهم، يا ترى شو مستقبل الفلوس والعملات؟ نحن من وعينا للدنيا عشان نعيش يومنا وحياتنا نستخدم هالعملات، بس تاريخياً عشان نعيش يومنا وحياتنا ما كان عندنا فلوس، كنا عايشين على المقايضة. أنا بعطيك 5 حبات بطاطس مع 2 طماط وحبة برتقال مقابل أنك تعطيني حليب، أو بعطيك 50 سمكة مقابل أنك تعطيني خروف 1. أوكي؟ أوكي. وكان السيستم ماشي بكل أريحية، بس مع تزايد عدد السكان وتنوع المنتجات سيستم المقايضة كان يباله تحديث. أنا بقول لك كل الخير اللي عندي، 50 سمكة وسجادتين وخرفان ومحصول، هذا كله كم يسوى؟ فيعطون الشخص إيصال هاك الوقت يوضح كمية الخير اللي عنده. هذا عنده خير وايد، فرقم الإيصال شو يصير فيه؟ يزيد. ومن هني اتطورت فكرة العملات. العملة هي وسيلة للتبادل وتداول السلع بين الأشخاص والحكومات والبلدان بثلاثة طرق. هي كوسيلة، الوسيلة الأولى لشراء السلع، والوسيلة الثانية هي للدفع كعامة إنسان عنده دين ولا عنده قسط مدرسي، والوسيلة الثالثة هي كاستثمار في الأسهم. بدأت الناس تستخدم النحاس والفضة والذهب عشان تشتري الأغراض، بعدين ظهرت البنوك. أنا بحط الذهب مالي في البنك والبنك بيعطيني صك يقول كم مبلغ الذهب اللي عندي، وبروح أشتري بالصك بدل ما أعطيك الذهب نفسه، لأن لين متى بتم أشيل ذهبي كله كل ما أنزل السوق؟ ومع مرور الوقت تغيرت النقود المعدنية وصرنا نستخدم نقود ورقية بشكل كامل. في سنة 648 قبل الميلاد في ليديا في تركيا صار أول صك أول عملة نقدية، ومن وقتها غيرت الناس المعاملة. ما تحتاج تثبت للناس أن عندك 50 خروف و50 سمكة وقطعتين سجاد وخشب وكل هالأمور عشان يعطونك فلوس. لا، اشتغل وبنعطيك نقود ورقية تشتري فيها أي شيء تريده في العالم. اليوم الوضع مختلف وأصبح المال غير ملموس، وعملية البيع والشراء اليوم ما تحتاج درهم أو دولار تمسكه في يدك. كل اللي تحتاجه بطاقة ائتمانية. البطاقة مربوطة بالبنك، وتقدر تعرف رصيدك في البنك من خلال تلفونك. في كثير من الحالات بطاقة البنك أصلاً مربوطة في الفون، وهذا كله نعرفه وعايشينه. بس شو هو مستقبل العملات والنقود؟ مع ظهور تكنولوجيا جديدة حياتنا المالية بتتغير. الجانب الأول أنه التكنولوجيا سمحت لنا بالعملة الرقمية، لولا التكنولوجيا ما في عنا عملة رقمية، ما في بيتكوين ولا لايتكوين ولا إيثيروم. والجانب الثاني هو أنه التكنولوجيا كمان سمحت لنا بالموبايل بالكمبيوترات، فيسهل عملية التعامل. والتكنولوجيا عندنا دور فعال، أكثر عندنا تكنولوجيا تعطينا الأمن في التعاملات والأسرع، أكثر الحكومات تهتم أنه تسويتش تروح إلى العملات الرقمية. هل يعني نحن ممكن نستوي أغنى؟ يمكن. البلوك تشين التقنية اللي طلعت لنا العملات الرقمية مثل بيتكوين. بس شو هو البلوك تشين؟ عشان نفهمه أريدك تتخيل الإنترنت. الإنترنت يوم ظهر ما حد كان فاهم شو هو، بس غير حياتنا تماماً. العالم اليوم ما يقدر يعيش يوم من غيره. اليوم ما حد يملك الانترنت، بس تقدر تفتح فيه موقع وتدخل مواقع التواصل الاجتماعي وتتابع فيلمك المفضل على مختلف المنصات. البلوك تشين مشابه للانترنت من ناحية انه ما حد يقدر يملك البلوك تشين، ويعتبر بنية تحتية لأشياء كثيرة منها العملات الرقمية. المميز في البلوك تشين هو مفهوم اللامركزية، لا يوجد كيان واحد يتحكم بالبيانات، وعنده دفتر رقمي ديجيتال ليدجر لكل المعاملات اللي تصير، وما عنده سيرفر واحد بل قاعدة بيانات في مواقع متعددة، وهذا يصعب عملية الهاكينج أو أي عملية تلاعب أخرى. وبسبب اللامركزية فهو يشيل الوسيط من القصة ويخلي عملية الدفع أكثر مباشرة وسهولة.
يعني مثلاً إذا تريد تشتري كوفي بالبطاقة الائتمانية، صاحب الكوفي يدفع رسوم على عملية الدفع بالبطاقة اللي أنت تدفع منها. فالبطاقة الائتمانية تعتبر وسيط بينك وبين البائع، وهذا الوسيط لازم يندفع له مقابل خدماته. ويوم تحول فلوس للشخص في أي بلد في العالم، مركز الصرافة ياخذ منك مبلغ مقابل خدمة تحويل الفلوس. شايل معاك كاش اليوم؟ أنا بشيل كاش معاي دايماً. كاش أبداً ما بستخدمه، بس فيزا كارد. عادةً بدفع بالبطاقة عن طريق التليفون لأنه أسهل. هلا عمليات الدفع أنا بدفع بالهاتف والبطاقة، أي يوم بكون موجود معايا بستخدمه. مع البلوك تشين الموضوع مختلف تماماً. عمليات الدفع تكون مباشرة ما بين المشتري والبائع بدون وجود أي وسيط بينهم. يوم تحول الفلوس لشخص عايش برا، ما بتدفع أي درهم زيادة لعملية التحويل. البلوك تشين يدون كل شيء، من معاملات مالية إلى عقود، والأصول المادية والأصول الغير ملموسة مثل الحقوق الفكرية، براءات الاختراع، حقوق النشر والعلامات التجارية. وأي عملية تستوي في البلوك تشين من بيع أو شراء أو تدوين يسجلها البلوك تشين ويحفظها، وما حد يقدر يمسحها أو يغيرها. تقنية البلوك تشين قاعدة تغير مستقبل العملات والبنوك، ومن استشراف المستقبل تعمل حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص على تبني تقنية البلوك تشين. وفي عام 2018 أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية بلوك تشين 2021. بالفعل الإمارات 2018 بدوا في الحكومة الرقمية، و2021 صار تطبيقه وعلى مستوى الدولة. إمارة دبي كمان كذلك دعمت عندها الحكومة الرقمية بتاعها استراتيجية. الاستراتيجية بتاعها أنه 50% في خلال 5 سنوات من معاملاتنا الحكومية بتصير بلوك تشين. وأنشأ سوق أبوظبي العالمي ADGM إطار تنظيمي لأعمال العملات المشفرة والبلوك تشين. تخيل وياي قبل 15 أو 20 سنة إذا حد يا وقال لك على فكرة ما تحتاج تأخذ وياك درهم واحد يوم تطلع من بيتك، ولا بعد تدفع من فونك، صعب بتصدقه. فشو مستقبل العملات والفلوس؟ بدينا من المقايضة إلى استخدام الذهب والفضة، إلى العملات الورقية، إلى البطاقات الائتمانية. هل بيكون مستقبلنا العملات الرقمية؟ أعتقد بالمستقبل ما حيكون في كاش، لأنه أغلبية الأوراق والعملات النقدية رح تختفي لقدام بسبب التكنولوجيا. ما نقدر نجزم بنعم أو لا، بس اللي واثقين منه أن كل ما تتطور التكنولوجيا واقعنا نحن يتغير. ولا تقول لا، اتثقف وتعلم وخلك أكثر شخص جاهز وعلى استعداد فوري للتغيير.